بسم الله. السلام عليكم اخواني اخواتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا في صحه جيده ان شاء الله في افضل الاحوال. مرحبا بكم في قناه شهوات ليلى العميريه، مرحبا بكم في فيديو جديد وشهوه جديده. الا كنتوا اول مره كتدخلوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وزر الاعجاب وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم غريبه بالسميده والكوك، الغريبه اللي هي سهله وكتجي رائعه وهشيشه. غادي نخليكم مع المقادير والطريقه في الفيديو، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وزر الاعجاب وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد. بسم الله، غادي نبدا معكم وغادي نوريكم شنو المقادير اللي غادي نحتاج اولا شنو المكونات اللي غادي نحتاج لهاد الغريبه. اول حاجه كتحتاجوا السميده رقيقه. عندي هنا خديت السميده رقيقه، خديت 6 ديال البيضات، خديت 2 كيسان ديال العنبه ديال زيت نباتيه. بالنسبه لهاد المكونات انا عبرت بكيسان ديال العنبه، غادي ديروا جوج جوج، غير انا حطيتهم في الزليف باش يبانوا مزيان. عندي 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال السنيده، عندي 2 كيسان ديال الكوك، خديت هنا كاوكاو داك الحمار الصغير غير على حساب التزيين. عندي هنا جوج حامضات حكيتهم، خديت غير القشور صافي، وخديت فاني وخديت الخماره. خليكم مع الطريقه. صافي ساليت عجنت العجينه كيف لاحظتوا معايا في الفيديو. خلطت المقادير اللي عندي، صبقت البيض مع السنيده، عاود زدت الزيت، زدت عليهم فاني مع الكوك مع القشور ديال الحامض، وخلطت وعاود درت الدقيق مع الخميره. صافي دابا غادي نبدا. كيف قلت لكم نحتاج كاوكاو داك الصغيور الحمار على حساب التزيين، عندي هنا سكر كلاصي، يعني سكر كلاصي، وعندي هنا مزهر. غادي نوريكم الطريقه. غادي تاخذوا هكا شويه ديال العجينه تكوروها، ضغطوا عليها وتغطسوها في مزهر، عاد تفندوها في سكر كلاصي صافي، وتحطوها في الطاوه. تكون انا درت هنا بابي كوكيز،
صافي وتحطوا عليها كاوكاوا. بسم الله. صافي هكا كنكون كملت هذه النتيجه النهائيه ديال الغريبه. كيف لاحظتوا معايا في الفيديو، وفيتكم الطريقه وفيتكم المقادير،
شنو المقادير اللي استعملت؟ تقدروا ديروا الضعف ديال الكميه اولا تكثروا، يعني داكشي على حسب الكميه اللي نتوما باغين. بالنسبه لواحد الملاحظه في الطاوه فاش تبغيو ديروها، حاولوا تبعدوها شويه على بعضياتها حيت كتكبر وكتزيد تنفخ، يعني ملي تبغوا تحطوا الحلوه في الطاوه بعدوهم على بعضياتهم. صافي كيف لاحظتوا معايا في الفيديو كنكوبها كنغطسها في المزهف، عاود كنديرها نفندها في السكر كلاصي صافي، وكنحطها في الطاوه ونحط عليها كاوكاوه من الوسط وكنديرها طيب في الفران. وهذه هي النتيجه النهائيه ديالها، راه جات رائعه رائعه بزاف وهشه وكتجي حتى بنينه الصراحه لله، وبالسميده يعني غريبه اللي هي زوينه وحتى صحيه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم والشهيوه ديال اليوم. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، شكرا بزاف على الدعم ديالكم والمتابعه ديالكم. عواشركم مبروكه، الله يدخلهم علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وداكشي اللي كنتمناو، ونخليكم في امان الله بالصحه والراحه. صافي كيف لاحظتوا معايا كنت معوله نصور لكم غير عفوا فيديو على حسابي ديك الغريبه، حتى جانا اتصال غادي نمشيو نتغداو عند خوالي، قلت علاش لا ما نكملش لكم الفيديو ونخلي لكم فلوق باش تلاحظوا معانا. غادي نخليكم مع الفيديو حتى تشوفوا النهايه ديال الفلوق. غنمشيو دابا عند دار خوالي.
صافي دابا وصلنا غادي ندخل للدار باش نوري لكم شنو موجودين للغدا. بسم الله. ديك المره فاش كنت ديجا صورت لكم فلوق هنا عند جده دخلتكم من الهي، دابا دخلت من جهه المعصره باش غنمشي للدار لداخل. راه كاين واحد الحراره اللي بزاف، يعني راه عندنا واحد الصهد هنا بزاف كاع. ندخل دابا للدار وغادي نوريكم شنو موجودين للغدا.